أعلنت الأمم المتحدة تعيين الأردني مهند هادي منسقا أمميا للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونائبا للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. وعمل هادي منذ عام 2020 منسقا إقليميا للشؤون الإنسانية للأزمة السورية. وقالت الأمم المتحدة إنه يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عام في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.